في تطور لافت تخطى هدم جدار الخوف، يضرم المتظاهرون النار في البيت الذي ولد فيه الخميني في المدينة التي سميت باسمه خمين. لم تعد خمين ولا رموز نظام الملالي في مأمن من الشعب الإيراني الغاضب، والذي وضع هذه الرموز وصورها وعلى رأسها رمزية ما يسمى بالمرشد الأعلى، إما في مهب النار أو تحت الأقدام. خطوة تعبر عن مدى رفض الإيرانيين للعقلية التي تدار بها البلاد منذ سيطرة الخميني على مفاصل الدولة وبنائه إمبراطورية الخوف منذ ثورته المزعومة عام 1979. إحراق المنزل يأتي بعد شهرين من التظاهرات التي اجتاحت المدن الإيرانية عقب مقتل مهسا أميني في أحد مراكز الشرطة على يد شرطة الأخلاق. 3 أيام من الإضراب غير المسبوق منذ بدء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منتصف الشهر الجاري أحياء لذكرى ضحايا احتجاجات تشرين الثاني عام 2019، والتي سقط فيها نحو 1500 قتيل. تظاهرات اليوم ليست كسابقاتها، فللمرة الأولى تسقط رموز النظام الديكتاتوري تحت أقدام المتظاهرين. للمرة الأولى يتخوف النظام من حرب أهلية، ويأتي ذلك على لسان وزير الخارجية حسين أمير عبد الهيان. للمرة الأولى يحذر أحد أعمدة النظام وهو الرئيس الأسبق محمد خاتمي من مغبة تجاهل مطالب المتظاهرين. وللمرة الأولى يشارك في التظاهرات مختلف فئات المجتمع ومختلف الأقليات العرقية. ورغم القمع الدموي للمظاهرات وهو الثابت الوحيد بين مختلف الاحتجاجات التي شهدتها إيران، إلا أن هذا القمع والإجرام لم يزد المتظاهرين على ما يبدو إلا ثباتاً وإصراراً على استمرار مظاهراتهم حتى إسقاط النظام.